فضيلة الشيخ، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهل مرور النساء أمام الرجال في الحرم لا يقطع صلاتهم؟ المرور في الحرم ضرورة، المرور في الحرم ضرورة، لا بأس بالمرور ولو مر من قدام المصلي أو المرأة أو الرجل، لأن هذا من باب الضرورة لشدة الزحام. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج